شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعن نبينا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، أيها الأحبة، الدهر 23 إحياؤه عليه الصلاة والسلام الليل في العشر الأواخر. وطبعا أيها الأحبة، الدروس متداخلة أنها كلها عبادات. عن عائشة أنه كان عليه الصلاة والسلام يشد المئزر في العشر ويحيي الليل ويوقظ الأهل، الشاهد أحيا ليله. ولذلك أيها الحبيب، ما معنى إحياء الليل؟ ما معنى إحياء الليل؟ معناه القيام في الليل بالطاعات، وليس إحياء الليل باللعب، يجلس الواحد على الضمنة أو على البلوت أو على الكرة أو على الأمور الأخرى، السفاهات أو على الأمور الأخرى، نعم، المحرمات، نسأل الله العافية. ولذلك أخي الحبيب، أولا قم بإحياء الليل في العشر الأواخر من رمضان، وذلك بالصلاة والدعاء والذكر وغيرها من عبادات. قال أحيي الليل، إحياء الليل، الليل كله حي، فأنت متنقل من صلاة إلى تلاوة إلى تسبيح وتهليل واستغفار وذكر وتضرع إلى الله عز وجل. وأهم تلك العبادات صلاة الليل النوافل، فصل التراويح كاملة، وإن تيسر أن صلي ما بعدها فلا بأس بذلك، لأن ذلك كله من قيام الليل المشروع، ولأن التراويح ليس فيها عدد معين، وذلك أنت استغل هذا الليلة كله وأحيي هذا الليلة كله بضروب الطاعات وصنوف التقربات إلى الله عز وجل. ثانيا، لا تنم في العشر الأواخر من رمضان إلا قليلا، مستغلا هذه الليالي في الإكثار من الطاعات، ومن ذلك الصلاة، صلاة الليل. وقد مدح الله تعالى أولئك فقال: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. قال السعدي رحمه الله: أي كان هجوعهم، أي نومهم بالليل، قليلا. وأما أكثر الليل فإنهم قانتون لربهم ما بين صلاة وقراءة وذكر ودعاء وتضرع. وذلك أنت إذا تبغى تنام في هذه الليالي تنام نوما قليلا، ولكن تحرص كل الحرص على أن تستغل هذه الليالي بأن تحييها وأن تهتم بها دقيقة دقيقة وساعة ساعة وثانية ثانية وأقل من الثانية. الليالي هذه العشرة لآخر رمضان، هذه الليالي المباركة، هذه الليالي التي فيها ليلة القدر. ثالثا، أكثر من الأوقات من الاستغفار في أوقات السحر في هذه الليالي وغيرها. قال تعالى: وبالأسحار هم يستغفرون. والأسحار هي التي قبيل الفجر، فهؤلاء قد مدوا صلاتهم إلى السحر ثم جلسوا في خاتمة قيامهم بالليل يستغفرون الله تعالى استغفار المذنب لذنبه. والاستغفار بالأسحار فضيلة وخصيصة ليست لغيره، وإذا قال تعالى في وصف أهل الإيمان والطاعة: والمستغفرين بالأسحار. فأنت في هذه الليالي وفي غيرها، لكن هذه الليالي الطاعة فيها مضاعفة، صلي في آخر الليل وقت السحر تستغفر وتدعو، فإن الله ينزل كل في الثلث الأخير من الليل، يقول: هل من داع فأستجيب له؟
هل مستغفر؟ هل من تائب؟ ويقول من يقرض غير عديم ولا ظلوم. ولذلك استغل هذه الليالي بإحيائها بصنوف الطاعات وضروب العبادات. رابعا اغتنم آخر الليل، الثلث الأخير من الليل في كل العام وفي الليل العشر الأواخر من رمضان لاجتماع عدة فضائل للثلث الأخير من الليل، منها الثلث الأخير ومنها أنه في رمضان ومنها أنه في العشر الأواخر. وادعو الله تعالى واستغفره واسأل الله ما شئت من خيري الدنيا والآخرة. وقد قال عليه الصلاة والسلام إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيقول هل من سائل يعطى؟ هل من داع يستجاب له؟ هل من مستغفر يغفر له؟ حتى ينفجر الصبح. فكن وفقك الله داعيا مستغفرا سائلا لكل ما تريد من خيري الدنيا والآخرة، فإن الله عز وجل لا يخلف الميعاد. وقد قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. خامسا قم بالتنويع في العبادات في الليل. إذا أحسست بعض التعب في عبادة فانتقل إلى عبادة أخرى. ومن ذلك هذه الليالي العشر الأواخر من رمضان صل قيام الليل، اقرأ من القرآن، سبح، هلل، كبر، اذكر الله جل وعلا أكثر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، استغفر الله، ادعو الله، تب إليه. يقول عليه الصلاة والسلام إن الله يمهل حتى إذا ذهب ثلث الليل الأول نزل إلى السماء الدنيا فيقول هل من مستغفر؟ هل من تائب؟ هل من سائل؟ هل من داع؟ حتى ينفجر الفجر. رواه مسلم. ونحن قلنا على أنه نزول الله جل وعلا هو في الثلث الأخير من الليل. فاحرص على هذه الأمور الأربعة في آخر الليل في الثلث الأخير من الليل. ما هي؟ الاستغفار رقم واحد، يعني تدعو الله رب اغفر لي، استغفر الله رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. التوبة استغفر الله وأتوب إليه، استغفر الله الذي أنا وأتوب إليه، رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، وهكذا. وهو الثاني استغفار أولا، التوبة بعدها السؤال، اسأل الله ما شئت من خيري الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك الفردوس الأعلى من الجنة. وإذا سألت الله الجنة فكرره ثلاثا في الحديث، من سأل الله الجنة ثلاثا قالت الجنة اللهم أدخله الجنة. سؤال الله عز وجل استعادة، يعني استعادة من النار، استعذ ثلاثا، فمن استعاذ ثلاثا قالت النار اللهم أعذه من النار. رابعا الدعاء، الدعاء سؤال اسأل الله ما شئت. الدعاء أيضا عم، ادعو الله بما شئت، ادعو الله باستغفار، ادعو الله عز وجل دعاء العبادة وهو الذكر كالتسبيح والتهليل والتكبير. والصلاة دعاء أيضا، قيام الليل دعاء أيضا يعتبر من دعاء العبادة. نعم، وهكذا. فادعوا الله دعاء، ادعوا الله دعاء المسألة بمعنى اسأل الله ما شئت. هذه آخر الليل استغفار، توبة، سؤال، دعاء. فتنبه وفقك الله ولا تضيع آخر الليل. سادسا أهم إحياء الليل هو صلاة الليل، قيام الليل. فاهتم بصلاة الليل في العشر الأواخر من رمضان، ولك أن تصلي الليل كله حتى الفجر أو تصلي أكثر الليل. وفي حديث عائشة قالت كان رسول الله
صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، وكان إذا نام من الليل أو مجن صلى منها 12 ركعة. وقالت: ما رأيت من صلى قام ليلة حتى الصباح وما صام شهر متابع إلا رمضان. لكن لا، إذا أردت أن تقوم نعم أكثر الليل نعم فلا بأس بذلك نعم، ولكن أن صلي أكثر الليل لا سيما في هذه العشر الأواخر. فاجعل ليلك حيا، اجعل ليلك حيا بصنوف الطاعات وضروب الأعمال الصالحة. نعم، وفضل الله جل وعلا واسع، واعلم أنها قد تمر عليك وقد لا تمر هذه الليالي، لأن إذا انتهى هذا العام جاء عام جديد. فانتبه ووفقك الله، واحرص على أن تملأها بأن تحيي لياليها بكل طاعة من طاعات الله عز وجل وضرب من ضروبها. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.